السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير جميعا. يا أهلا وسهلا، فضل الله وكرمه اليوم العرضية هذه رقم 24 جابت البنوتة الجميلة هذه، ما شاء الله تبارك الله. أمر آخر بارك الله فيكم، يعني البعض يعني يقول الناس لا يشوفون اللي عندك من الأغنام والحلال وكذا، وأنا والله يا جماعة أني أصور لكم هذه منفعة لكم ومن أجل أن أتعلم أنا وإياكم. فمرة في نفس الشيء أو مشكلة أو كذا، فلا تعمون أخوكم أبو زاهر، إحنا نصور من أجل الفائدة. اذكروا الله وادعوا لأخيكم بالبركة، والمسألة أنه نستفيد أنا وإياكم، وليس أنه أنا أقول أنا عندي حلال وعندي مال وعندي لا والله، أنا رجل على قد حالي، لكن يعني حبيت أن أخدم ووضح لكم بعض الأعمال اللي تتم في مراحات الماعز، فربما حتى أكون مخطي في بعض الأمور فتوجهوني استفيد أنا وإياكم. الله يبارك لي ولكم جميعا. شاء الله عيال العرضية مع التهمان. هلا هلا يا عزاتي الجميلات. هذا السيد لقمة. صباح الخير يا سيد لقمة، ما شاء الله عليك، يدور اي شيء بس. هذه اطلالة من الاعلى، يعني تخيل انك في شقق فندقية تطلع على عنزات، لان عشان تدرس الموقع و تحاول انه تنشئ مراح نموذجي لابد تشوف المساحة كاملة. ايضا الشينكوات عندنا بالامتداد هذا، وفوق الشينكو اللي هي عسيب النخيل الزايد عندنا، مساحة مكشوفة من هناك، مساحة مكشوفة من هنا، والظل كله في النص. الشينكوات بعضها بالاتجاه هذا وبعضها بالاتجاه هذا. أيضا لابد أن يكون الميول صريح لأنها مراحات أغنام، فلابد أن الماء ينزل بانسيابية وبسرعة. كل هذا لازم أن نعالجه قدر الإمكان. عن ذاتي إيش تسوي يا محمد؟ علوم بنسلين 3 أيام. أيوة، ووليب 3 أيام حبيب البهم. 3 أيام. إيه. كم تدي؟ 10 سنتي ولا كم؟ الأم 5. الأم 5. إيه. والابن 1 سم. 1 سنتي. حبيب البهم 1 سنتي والأم. البهم 1 سم. والأم بنسلين 5 سنتي. والأم بنسلين 5 سم. دكتور يا أبو محمد، ولازما تفضي الهواء خالص من الإبرة حتى بعدك طبعاً. أشوف الإبرة كيف فضيت الهواء. يا سلام عليك. دكتور يعطيك العافية يا أبو محمد. الله يعافيك. وهذه كيف مع ولدها؟ سلكت؟ لا لا تمام الحمد لله. الحمد لله يعطيك العافية. شوف لو أمس طعمناها باليمين اليوم نطعمها باليسار. يا سلام يا سلام عليك. لو طعمناها باليمين نطعم باليسار اليوم، ولو طعمنا بالشمال نطعم باليمين بكرة. أيوه. لازم تتأكد انك وزعت الدواء. يا سلام. الناس يسمعونك يا ابو محمد وانت تقول اطعن. طعن هو بسيف ولا ابره؟ لا لا ابره، طق ابره طبعا. طيب. خلصت من الابره، تنظف الابره وتحطها في البنسلين عشان ما تلخبط ليك الدواء في بعض. ممتاز، احسنت، يعطيك العافيه يا ابو محمد. شوف ها
يا سلام عليك. حطيناه مع البنسلين. يعطيك العافية. الله يعافيك. ممتاز. خلاص كذا حفظتها. كذا تعرف تقفل الغطاء. ممتاز. والآن حبيب البهم. الآن حبيب البهم. تسحب بالإبرة وبعدين تشيل رأس الإبرة. تسحب الإبرة. تدي في الفم. وتشيل الرأس. لحظة لحظة، جاء راعي الوايت. صاحبنا راعي الوايت هذا، أيوة. الأول تسحب واحد صمت. يا سلام. ده كان خلصان. خلصان نغيره، نجيب ثاني. هركب الراس كويس. الراس ما مركب. يا سلام. كذا الابره تسحب معه. سحبت وتفرغ الهواء. ايه، طلع الهواء كله. ايوه. وبعدين. وبعدين تطلع الابره. تشيل الراس حق الابره. ايه. يا سلام. تدي الصغير في الفم. تدي الصغير في الفم. بسم الله. تخليه يشرب. ها طبعا لازم تتأكد منه هو خلاص نزل فيه. بعد كده طبعا الحبيب البهم عندنا نوعين، حبيب البهم وتبع الرخاوة الثاني. اي جميل كويس. ده واحد وابرته، خليناهم مع بعض. يا سلام عليك. بالثاني نفس الطريقة. نفس الطريقة، واحد سنتي في الفم. كده نكون خلصنا الجرعتين بتاعتنا. يا سلام. ترجع تحفظ الإبر. ايه، ترجع تنظف الإبرة. تنظف الإبرة. تسكر عليها، تخط كل واحدة مع العلاج بتاعك عشان ايش ما تلخبط معاك العلاجات. يا سلام عليك. يعطيك العافية أبو محمد. الله يعافيك. المتابعين يقولون شكرا لأبو محمد. الأمين أبو محمد. هذه طريقة علاج البهم ولو. جزاك الله خير. شكرا لك يا أبو محمد. الله يسلمك. طيب هذول البنات اللي عندنا الجيدات، حاطين معهم العنز اللي ما تقدر تقوم. طبعا ما شاء الله أنتم شايفين الشمس طلعت، فنبغى نحط العنز في مكان مشمس بحيث انه يعني يجيها شوية شمس بعد موجة البرد اللي كانت. ايضا حاولنا بين وقت والثاني نسوي له تمارين. صراحة انه تواصلت مع اكثر من طبيب بيطري، جبنا العلاجات، اشترينا، ما تحسن حالها اطلاقا، والحمد لله رغم انها تعبانة جابت مولودين وجيدين، لكن يعني هي مش راضية تتحرك اطلاقا. فراح اوريكم الان. طبعا حاول حتى احيانا انه اسوي لها شوية تمارين وكذا، نحرك يدينها ورجولها. صباح الخير يا عنزتي. طبعا الان طلعتها هنا
نحركها شوي شوي، هي جيدة، تقدر تجلس تاكل كويس، كل أمورها جيدة، لكن الوقوف ما توقف. طبعا كانت حامل وولدت عزة الجميلة. طيب نجلسها الآن، بس أبغى أعزلها في مكان كويس عشانها أمام المدخل، فما يصيرون هذول رايحين جايين عليها. ما شاء الله تبارك الله، الحلوين يرضعون ومؤدبين. هذه الأمهات القديمة اللي تصير ولدت 4 5 6 مرات كذا، تصير متعودة على الأمر هذا، لكن اللي تلد أول مرة دائما ما تتقبل مسألة الرضاعة باستمرار. وعشان كذا احنا نحجزها في زاوية أو نحطها في مكان، وأحيانا نمسكها علشان ترضع صغارها. وعلى هذه الطريقة خلاص خلص. ها ايش تبغون زيادة انتم؟ ها صدق على الله شافوا الشمس كلهم يتشمسون. لا خلي الغطاس شغال، ما في مشكلة، خلي شغال. يلا بسم الله نروح نجيب فطورنا ونفطر. فول وتميس عشان نفطر فطور طيب. سواق العمارية. الحلوين اللي قاعدين يتشمسون. قميز يتشمس. عندنا واحدة هنا تطلطل ما تستريح. اهلا يا اختي، هذا طلبات سريعة، ايش تحتاجين؟ طبعا احنا نسوي الفتحة هذه عشان العامل يدخل اللي تبع الماء او الهوز تبع الماء يعبي الاحواض هذه، يعبون الحوض، عشان الماء يعني انسيابيته يكون اسرع بدل ما يكون فوق الجدار. طبعا هذه كلها ان شاء الله راح تغير، نبغى نشوف الناس اللي يتشمسون. كيف الحلوين؟ ما شاء الله. مبسوط في الشمس؟ تشعر ان وضعك جيد؟ كويس. وانت كيف الاجواء معك؟ ها؟ اسال الله عليك. تبغى لك براد شاي؟ صلح لك شاي. وانتو اختك هنا مبسوطين؟ الكفر هذا معجبكم؟ عاد بعد المطر وجلكم الله السماد الروث موجود، بدأ يكثر الذباب. طلعناه يتشمس، وهذه ما تبغاه. يلا يلا شد حيلك بس. طبعا ولده هنا تدافع عنه وعايش احلى عيشه، يعني ما حد يقربه. والام هذه ما شاء الله عليها نشيطه وكذا. خلاص خليها خليها خليها، ليش الازعاج والاعتداء على الاخرين؟ ترى ممكن ترفع عليك قضية، العنزة هذه الصغيرة ترفع عليك قضية ثم نحاسبك أنا.
يلا يلا تشجعي مع الحرارة مع الشمس وتحركي، ما في داعي للكسل، ممنوع الكسل عندنا. شوي نظافة عشان الشمس ايضا تضرب الارض تنشف، برضو مع النظافة شوي نفتك من الذباب. شايفين لازقين في الجدران كيف؟ محارب. فرحانين بالشمس. طلعنا الصغار هذولا أول مرة يطلعون يتشمسون، لذلك لعبون كثير. يا هذا ما غير ياكلني بالهول، ممنوع الأكل. شايفين ما شاء الله الأحمر ذا يلعب، مبسوط إنه حصل مساحة. الآن ما شاء الله يا زينك ما شاء الله. طبعا السقطات هذه ليش؟ لأنه أساسا ما يتحرك، هم في متر في متر تقريبا، فحركتهم كانت قليلة. الآن ما شاء الله واصلون اللعب. ما شاء الله أول مرة نطلعهم. أنا كل ما سجلت الذاكرة امتلأت، فلا بد إني أفرغ الفيديوهات. أول مرة يطلعون البنات الحلوين هذولا يلعبون. ممتازة ممتازة، شاطرة ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك حبيبتي انتي. يم 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 قبضت عليك. يلا كلي يدي. نعم جميلة. هذه بنت هذه وأخوها أيضا. طلعت العنز وما عرف يرده، بيبلش بالأغنام الباقي. هذه السيدة قفزة، بدل السيد قفزة السيدة قفزة. مبسوطين ان شاء الله اليوم. استاذ جنيهات يبغى يرضع غصب، تحصل له رفسه الان. ولا بالحلوين اللي مكسلين. ليش مكسلين يا اقمار؟ عطته نطحه تأدب. ان شاء الله هذا جميل. الله يبارك لنا ولكم. سوينا نظافة للمراحات اللي داخل الموقع هنا كامل، وحشرناهم والآن بنرتب الموقع هنا.
هذه هي المقاول حقة العمل وتشرف على أداء الأعمال. هلا بالحلوين. إن شاء الله كذا نكون انهينا عملنا اليوم، وبإذن الله غدا أجمل بأمر الله سبحانه وتعالى. ادعوا لأخيكم بالبركة، اللهم بارك لي فيما رزقتني واغفر لي وارحمني.